التصميم الهندسي خالص، وبعدين من اول ما بدأنا في التصميم الانشائي ابتدينا نعرف انواع البيفمنت المختلفة، وابتدينا نعرف ايه العيوب المختلفة اللي بتظهر، واتفقنا مع بعض على ان من اهم الحاجات اللي بتحكم تصميم الخلطة، لان في نوعين من التصميم، الاول تصميم الخلطة والنسب بتاعتها، وده اتعرفنا عليه المرة اللي فاتت، والحاجة التانية التصميم بقى الانشائي اللي هو structural design، اللي هو بنسميه thickness design، او ان انا اعرف سمك الطبقات المختلفة للطريق اللي عندي. النهاردة هنتكلم عن الثيكنس ديزاين، واحنا بنتكلم عن الثيكنس ديزاين في حاجة مهمة جدا لازم نتكلم عنها، هي موضوع الأحمال أو الترافيك. ماشي، فهنبدأ النهاردة نتكلم عن الثيكنس ديزاين. الأول هنتعرف إيه هي طرق التصميم المختلفة. فعندنا إحنا هناخد منهم طريقة واحدة بس. الطريقة الأولانية هي الأشتو، والمسمى بتاعها يعني الأشتو 93، لأن الكود ده طلع سنة 93، وطبعا هو طلع قبله أكواد يعني أكتر من مرة، لأن إحنا هو ده ناتج من المشروع بتاع الأشو رود تيست اللي اتكلمنا عنه في محاضرة المقدمة لو فاكرين. حد فاكر الأشو رود تيست كان معمول إمتى؟ فترة الخمسينات تقريبا أو أواخر الستينات. الخمسينات، من سنة 58 لسنة 60. طب ايه ده، قعدوا 30 سنة على بال 33 سنة كمان على بال ما طلعوا دليل تصميم؟ لا، الحقيقة هم طلعوا دول دلائل تصميم، هم سموه دليل التصميم يعني، اللي هو طريقة التصميم يعني، كتيرة، لكن آخر واحدة اللي هي مستقرة حاليا ومعظم العالم بيشتغل عليها هي الأشتو 93، واللي احنا في مصر عشان كده احنا هناخدها، واللي احنا في مصر الكود بتاعنا بيستخدمها في تصميم طبقات الرصف. في طريقة تانية اسمها الأسفلت انستيتيوت، مش هنتكلم عنها مع بعض. في طريقة اسمها البورتلاند سيمنت اسوسيشن لتصميم، باي ذا واي، الاشتو 93 بنصمم بيه الفلكسبل بيفمنت والريجيد بيفمنت، تمام؟ الاسفلت انستيتيوت نفس القصة، البورتلاند سيمنت اسوسيشن طريقة لتصميم الريجيد بيفمنت، واخر طريقة خالص الام اي بي دي جي اللي هي الميكانيستيك امبيريكال بيفمنت ديزاين جايد، واحنا اتكلمنا عنه برضو في محاضرة المقدمة بتاعة طرق التصميم المختلفة. الأربع طرق دول هما اللي موجودين، وأماكن مختلفة في العالم بتستخدم حاجات مختلفة. إحنا في مصر بنستخدم الأشتو، في أمريكا مقسومة جزئين، جزء ما بين الأشتو والإم إي بي دي جي، وفي حاجات بيستخدموا فيها الأسفلت إنستيتيوت. ما فيش أي طرق تصميم تانية خالص غير الأربعة دول. في طريقة ما زالت قيد البحث، ماشي، اسمها باندا، أوكي؟ بيحاولوا، إحنا اتفقنا إن الأشتو طريقة إمبريكال، الام اي بي دي جي طريقه ميكانيستيك امبيريكال، اوكي، الباندا بيحاولوا يروحوا في اتجاه البيور ميكانيستيك، لكن لسه الطريقه دي قيد البحث من اول سنه 2000 يمكن و10، ده لهم حوالي 2010 2011، واول ما بداوا ينشروا عليها ابحاث كانت 2012، لكن لسه لحد دلوقتي ما بقتش طريقه معتمده للتصميم في اي دوله من دول العالم، ما زالت طريقه قيد البحث، لسه اندر ريسيرش. ماشي، طب طريقة الأشتو بقى اللي احنا المفروض هنتعلمها النهاردة مع بعض ونعرف منها ازاي نصمم طبقات الرصف المختلفة عاملة ازاي، دي المعادلة، المعادلة بتاعة التصميم، معادلة تصميمية يعني. زي ما انتم شايفين المعادلة بتقول لوغاريتم الأساس 10 ل W18، ده نقصد بيه الترافيك، وهنشرح يعني ايه W18، بتساوي زد ار في اس نون زائد 9.36 من 100 لوج للأساس 10 ستراكشر نمبر ده واحد، ناقص مش عارف 2 من 10 زائد لوج مش عارف ايه. خلينا بقى المعادله كلها لوغاريتمات دي، ماشي، احنا نعرف نحلها؟ لا صعب. صعبه صح، واحنا اتفقنا مش ان هنعرف ايه، نحفظها ايه ومش هنعرف نحفظها ولا نحفظها ولا نحلها يا سيدي، ما استنى بس، انت مستعجل كده ليه وانا قلت لك احفظها؟ ده انا لسه بقول مش هنعرف نحلها، يبقى انا يا لو هي قدامنا مش هنعرف نحلها، امال لو كمان هنحفظها اكيد صعبه يعني. خلاص غاوي تعب يا دكتور. تمام، طب المعادله صعبه واحنا لا هنعرف نحفظها ولا هنعرف نحلها، يعني احنا حافظينها بما ان احنا بتتكرر علينا بقالها سنين كتير، انت مش مطلوب منك تحفظها، لكن لازم نوصل مع بعض لطريقه نقدر نحل بيها المعادله. احنا الكورس مش كورس رياضه، ومش عايزين يعني نتعب دماغنا في الرياضه، فاكيد هنلاقي طريقه نحل المعادله دي. في الخرسانه معظم المعادلات اللي بيعطوها لكم بيدوكوا ايه؟ مش بيدوكوا صوت ديزاين دكتور. شارت؟ سامعني؟ ايوه حد الصوت بيدوكوا واضح. صوت؟ الصوت واضح. الصوت راح؟ واضح واضح واضح. طب الحمد طبعا لله. واضح واضح. في حد مش سامعني؟
لا تمام يا دكتور، تمام. طالما محدش بيرد يبقى ان شاء الله كلكم سامعين. احنا مش مطلوب مننا نضيع وقتنا في اننا في الحل الرياضي للمعادله. اسهل طريقه ان انا يبقى عندي ديزاين شارت، واحنا عندنا فعلا مونوجراف هوريه لكم حالا. بس قبل ما ننقل على المونوجراف عايزين نعرف ايه الحاجات اللي في المعادله دي. يعني ايه دبليو 18؟ قال لك ده الديزاين ترافيك. احنا هنتعلم مع بعض النهارده نطلع حاجه اسمها الايسلز، كانت زميلتنا سالت عليها المره اللي فاتت. والايسلز اسمها دبليو 18 ليه؟ لان الحمل اللي بنتكلم عليه حمل الاكس وزنه 18000 باوند، فعشان كده اسمه دبليو 18. هنتعلم مع بعض دلوقتي ازاي الايسلز دي بتحسب، عشان كده هتلاقيه 18 كي اي بي ايسلز اللي هو كيلو باوند، يعني كيلو باوند يعني 1000 باوند. اوكي، الزد ار الستاندرد ديفيشن والاس نوت الكومبايند ستاندرد ايرور للترافيك والبرفورمانس بريدكشن، هنتكلم عن كل واحد ده من دول بالتفصيل. الدلتا بي اس اي الديفرنس بتوين الانيشال والترمينال سيرفيسابيليتي. سيرفيسابيليتي كلمه اول مره نسمعها النهارده صح؟ لا تقريبا خدناها باين، سمعنا عنها قبل كده. طب كلام جميل، هنتكلم عنها تاني ونشرح السيرفيسابيليتي ويعني ايه انيشال ويعني ايه ترمينال والريزيليان مودلس. اكيد ده ما سمعناش عنه اول مره النهارده، اكيد سامعين عنه قبل كده. ايوه صح؟ تمام. الاستراكشر نمبر، ايه بقى الاستراكشر نمبر ده؟ ده بقى اول مره نسمع عنه النهارده. ماشي، الاستراكشر نمبر احنا عايزين يطلع لنا من المعادله ثيكنس، عايزين سمك طبقات، احنا بيطلع لنا استراكشر نمبر. استراكشر نمبر ده معامل الناس طلعوه يعني لما اخترعوا طريقه التصميم دي، وهو فانكشن في الثيكنس بيعبر عن الاستراكشرال كاباسيتي بتاعه الطريق عندنا. تمام، فالاوتبوت اللي هيطلع لنا من المعادله هو استراكشر نمبر مش ثيكنس. بس من الاوتبوت ده هنقدر الاستراكشر نمبر يعني هنقدر نحسب قيمه الثيكنس بمعادله ثانيه بسيطه خالص يعني. ماشي، طيب المعادله اللي شكلها معقد دي، طبعا دي الانبوتس والاوتبوت. الانبوتس قال لك اهي الديزاين لايف العمر قد ايه التصميمي، الترافيك ال W18، الفاونديشن ستيفنس الارض اللي تحت الطريق قدره الستيفنس قدرتها على تحمل الاحمال قد ايه في صوره ريزينيا مودلس، البرفورمانس كرايتيريون السيرفيسابيليتي او المخدوميه هي بتعبر عن قدره الطريق على اداء على تحمل الاحمال يعني الواقع عليه، وفي نفس الوقت الناس تكون راضيه عن الطريق دوت، هنتكلم عنها. الريلايبيليتي، ريلايبيليتي يعني ايه؟ مقدار الثقه في ان الطريق ده هيخدم المده الزمنيه اللي احنا مفروض بنحطها او العمر التصميم. فاكرين الجمله المشهوره اللي انا قلتها لكم رودز ار ديزاين تو فيل، بس ايه؟ حد فاكر في محاضره الانترودكشن؟ بس بكتب التبت قلت ايه؟ متوقع، متوقع لا بس احنا اينا بريدكتبل واي. يعني ايه بريدكتبل واي؟ متوقع بطريقه احنا عارفين لما يجي يحصل فيلير هيحصل امتى في العمر التصميمي اللي احنا حددناه من البدايه، فهو ده قصه الريلايبيليتي او الثقه في التصميم. تمام، الاوتبوتس ايه زي ما اتفقنا كده؟ ستراكشر نمبر. ماشي، وهنفهم الستراكشر نمبر ده بنطلع منه الثيكنس ازاي. بس الاول المعادله اللطيفه دي بتتحل بالمونوجراف اللطيف ده. شايفين المونوجراف؟ اه سهل وبسيط خالص. والله بسيط على فكره، تهيألك انه مش بسيط، انا عارفه انك بتتريق بس انا متاكده انه بسيط، واحنا يعني ايه احنا هنبص عليه دلوقتي. ماشي، ونشوف الاماكن المختلفه اللي موجوده فيه. تمام، وبعدين بعد شويه صغيرين هندرس تفاصيل كل واحده من دول، الحاجات اللي متعلمه باللون الازرق دي. تمام، وبعدين هنرجع تاني نبص عليه ونتعلم مع بعض ازاي. انت مش هتخرج من محاضره النهارده الا لما تكون عارف تستخدم المونوجراف ده ازاي. ماشي، بص كده، هو اول حاجه المعادله لما انتوا خدتوا بالكم منها لو باصين فيها المعادله لوغاريتميه صح؟ تمام، معظم الحاجات فيها لوج لوج اهي. تمام، مظبوط. هتلاقي عشان كده في النوموجراف بتاعنا الـ 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 كل حاجه السكيل لوغاريتم. يعني بص الاول، اول حاجه هتقابلنا من على الشمال اللي عملوا النوموجراف اجانب فطبيب الانجليزي فبيبدا من على الشمال. هنبدا اول حاجه من على الشمال الريلايبيليتي. اوكي، ده السكيل اهو بتاع الريلايبيليتي، والريلايبيليتي دي قيمه مئويه. ماشي، فهنبدا من اقل ريلايبيليتي خالص، اقل ثقه خالص ممكن يعني نحطها في التصميم 50%، يعني 50 50، مش هنقل عن كده اكيد يعني. تمام،
وبعدين بيعلى اهو لحد ما يوصل ل99.9%، بس بيبدأ بلوجاريتمك سكيل. فالأقسام مش متساوية، أدي 50 60 70 80 90 95 99 99.5. ماشي. السكيل المايل ده، شايفوا السكيل المايل ده، ده بتاع الستاندرد ديفيشن. ماشي. فلما اكون عندي قيمه ريلايبيلتي ساي 95% اهي المعطيات بتاع الاكزامبل اهو، المعطيات بتاعتك الريلايبيلتي 95%، اوكي، وعندي ستاندرد ديفيشن 35%، اوكي، فبرضو السكيل المايل ده بتاع الستاندرد ديفيشن هو برضو لوج سكيل. فهتلاقي ادي 6 من 10، 5 من 10، 4 من 10، 3 من 10، 2 من 10. تمام. هو 35%، فبين 3 من 10 وال 4 من 10 35%، وصل ما بين النقطتين دول يديك خط، صح ولا مش صح؟ عندنا خط اب، خط فاضي اهو، ما عليهوش اي سكيل خالص. ماشي. ومكتوب فوق حاجه شبه التي ال كده، صح؟ ايوه تمام. ده اسمه تيرنينج لاين. يعني ايه تيرنينج لاين؟ ده خط، انا هرسم الخط بتاعي، اول ما يخبط في الخط التيرنينج لاين ده هيغير اتجاه. يبقى عندنا اول نقطه على الخط اهي، وانا بعد كده بقى عندي ده السكيل بتاع الايسلز الايكوفالنت سنجل اكسل لود، هندرسها مع بعض دلوقتي بالتفصيل. وبرده مكتوب اهي ايكوفالنت سنجل استيميتد توتال 18 كيلو باوند ايكوفالنت سنجل اكسل لود ابلكيشنز، وما بين قوسين بالمليونز. بالمليونز يعني ايه؟ يعني السكيل ده مضروب في 10 أس 6. ماشي. فهنا عطيني في المسألة بيقول لي الإيسلز بتاعتي 5 في 10 أس 6، فأنا عندي نقطة هنا. ولو أنا عندي 5 بقى، بصوا كده 5 من 100، كده 1 من 10. ماشي. كده 5 من 10، كده 1. تمام. كده 5، أوكي، كده 10، كده 50. ده لوجاريتمك سكيل. فأنا عندي نقطة هنا على خط التيرنينج لاين، لو وصلتها بالنقطة بتاعت الخمسة مليون، 5 في 10 أس 6، ماشي، هتديني خط، هيجي هنا يقابل تيرنينج لاين تاني، خط فاضي من غير سكيل ومكتوب عليه تي ال، او في بعض المراجع هتلاقيه فاضي خالص بس ما عليهوش سكيل. يبقى انا بقى عندي نقطه تانيه اهي. خلاص. هنا عندنا ريزيليان مودلز بتاع الـ 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 الطبقه، خليه دلوقتي نقول الطبقه. تمام. فريزيليان مودلز بتاع الطبقه ده هو عطولي هنا 5 في 5000 بي اس اي، يعني 5 في 10 أس 3. هنا برضو هتلاقي الوحدات بتاعتك ده effective root bed soil resilient modulus ال MR بال KSI. حد عارف KSI يعني ايه؟ قلناها قبل كده ولا بقولناهاش؟ طب حد عارف BSI يعني ايه؟ رحتوا فين يا ولاد؟ معاك يا دكتور. PSI. حد فاكر PSI يعني ايه؟ لا مش اللي هعلمك. باوند بير سكوير انش. باوند على سكوير انش، برافو. ماشي. دي وحدة قياس ضغط، ماشي، اسمها الباوند على سكوير انش، وعشان كده اسمها PSI، وبتتكتب دايما سمول زي ما انتم شايفين كده. تمام. ال KSI هي كيلو باوند على سكوير انش، يعني 1000 باوند على البوصة المربعة. تمام. فالوحدات هنا وحدات بالألف، أوكي؟ فعندنا كده أدي 1 5 10 20 لحد 40 KSI، 40,000 PSI. فهندخل من النقطة دي على 5000، نوصل لحد بداية التشارت ده اللي على اليمين. التشارت اللي على اليمين ده علاقة ما بين الدلتا بي اس اي هنا، البي اس اي اللي هنا اللي هي البيفمنت سيرفيسابيلتي اندكس، مش زي البي اس اي اللي هنا، عشان كده بيفرقوا ويكتبوا دي سمول وبيكتبوا دي كابيتال، اوكي. علاقه ما بين البي اس اي وما بين الاستراكشر نمبر. فبنمشي خلاص، النقطه قطعت هنا، نمشي افقي لحد فين بقى؟ المنحنى اللي عليه الفرق في الدلتا بي اس اي. يعني لو قلنا الفرق ما بين التيرمينال والانيشال سيرفيسابيلتي بيساوي مثلا 2، ماشي، هتشوف المنحنى اللي عنده 2. خلاص. منحنيات ايه؟ ده 5 من 100، ده 1، ده 1.5، ده 2، ده 2.5، ده 3. هتشوف المنحنى اللي عنده 2 وتنزل رأسي، هتجيب قيمة الاستراكشر نمبر من هنا. يعني ساي البروسيس اللي احنا عملناها دي طلعت لنا استراكشر نمبر ب5. ماشي. اخر خطوة دي تاني كده يا دكتور.
تاني انا وصلت هنا لحد الريزيليان مودولس، من النقطة دي تمام وصلت بقيمة الريزيليان مودولس اللي هو قيمته 5000، تمام؟ مديت تمام الخط على استقامته، راح جاي قاطع المنحنى ده، المحور الرأسي للمنحنى ده في نقطة، ماشي؟ اهي النقطة واضحة اهي اللي عندها السهم الأحمر. تمام همشي أفقي لحد فين؟ المنحنيات اللي قدامنا دي 1 2 3 4 5 6، 6 منحنيات، كل واحد فيهم عليه قيمة دلتا بي اس اي، فرق ما بين الانيشال سيرفيسابيلتي والتيرمينال سيرفيسابيلتي. الطريق بدأ بسيرفيسابيلتي بقيمة معينة عالية، كل الطريق في البداية، احنا لما خدنا في محاضرة المقدمة لو انتوا فاكرين السيرفيسابيلتي بتاع الطريق في البداية المخدومية، الناس كلها بتبقى مبسوطة وراضية عن الطريق، صح؟ مع الوقت لما يحصل عيوب ومشاكل وراتنج وشروخ وفتيج ورفنس والطريق يخشن، ويبقى بقى في بامبس وساجز، والعربيات لما هي ماشيه عليه تقعد تتهز بينا كده، اكيد ما احناش مبسوطين زي في بدايه الطريق، صح ولا لا؟ في بدايه عمر الطريق. فالمخدوميه بتقل. يعني ايه المخدوميه بتقل؟ الناس بتبقى زهقانه ومتضايقه وهي ماشيه على الطريق، ماشي؟ فالفرق بقى ما بين المخدوميه في البدايه والمخدوميه في النهايه، احنا عايزين نكون كام، ماشي؟ فنروح جايين شايفين الفرق ده، عندنا زي ما قلنا 6 منحنيات اهو، ده قال لك ده 5 من دي 5 من 10 مش 5 من 100 المفروض، وده 1، ده 1.5، ده 2، ده 2.5، ده 3، اقصى حاجة 3، لان هي اصلا السكيل بتاع المخدومية من 5 اساسا يعني، ماشي؟ فاحنا هنا عندنا فرق المخدومية 1.9 اللي هو تقريبا 2 يعني، فراح جاي داخل كده على المنحنى اللي قبل 2 بشوية افق، من نقطة التقاطع هنا مشي افق لحد ما قطع المنحنى اللي المخدومية عليه ب2، وراح جاي نزل راسي من على السكيل الافقي ده، من على الاكس الافقي ده، جاب قيمة الاستراكشر نمبر قد ايه؟ طلعت له ب5 لحد هنا. في النوموجرافيس ده في مشكلة؟ هنتكلم عليه تاني، بس لحد كده في مشكلة؟ لا تمام كده تمام، هنتكلم عليه تاني بالتفصيل، تمام؟ خلينا بس نقول، طيب اول حاجه احنا لقينا اول حاجه كده في حاجه اسمها ترافيك، واحنا اصلا ما نعرفش الترافيك بيتحسب ازاي لحد دلوقتي. الدكتوره بتقول لنا انه في عدد مرات المرور هو اكتر حاجه بتاثر في العيوب اللي بتحصل عندنا، والفتيج والراتنج وكلام من ده، والاحمال التقيله. ساعات بيتكلمنا عن الاحمال التقيله، بس احنا لحد دلوقتي مش عارفين الحمل بيتحسب ازاي، ماشي؟ فنبتدي الاول نبص، احنا عندنا لما نيجي نعمل كاركترايزيشن، احنا عندنا المفروض ان احنا نصمم بحيث ان هي السكنس اللي هنحطه ده والماتيريال اللي هنحطها دي تستحمل كل بقى السبيكترم بتاع ترافيك لودز. يعني ايه السبيكترم بتاع ترافيك لودز؟ الانواع المختلفه، ماشي؟ احنا عندنا بنبدا من اول العربيات الملاكي اللي هي باللون الازرق الجميله اللطيفه دي، ماشي؟ بعدها البيك ابس، العربيه الربع نقل، ماشي؟ او اللي بيسموها في بره الاجانب بيسموها تراك، بس هي مش تراك قوي يعني، هو كل واحد فيهم عنده بيك اب صغيره كده، بيقول لك البيك ابس اللي هي العربيه ربع نقل، عندنا الباصز، عندنا التراكس، ماشي؟ عندنا التريلرز اللي هي المقطوره، تراك اللي هي زي العربيه جامبو مثلا عندنا كده، عندنا التريلرز. والتريلرز دي بقى كمان انواع، لان التريلرز دي في سنجل يونت اللي هي جرار قدام ووراه مقطوره، ماشي؟ وفي اللي بيبقى وراه اكتر من مقطوره، اكيد شفتوا الحاجات دي قبل كده، ماشي؟ طب وانا هاخد مين في دول، ماشي؟ واسيب مين، ماشي؟ واحسبهم ازاي؟ ما احنا خدنا في المدرسه ما ينفعش نجمع برتقانه على بطيخ على 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 تفاح على كله كده، كل حاجه ليها تاثير مختلف عن ايه؟ عن التاني. وبعدين انا بتخيل العربيه الخفيفه اللطيفه اللي قدام الزرقاء دي، ماشي؟ اللي هي بالنسبه لنا احنا تقيله في حدود النص طن ونص ولا حاجه، بس هل العربيه اللطيفه الخفيفه دي زي عربيه مثلا 70 طن؟ مش اتخدتوا في الخرسانه تصميم الكباري؟ قالوا لكم بتصمموا على 60 طن، حد فيكم سالته قبل كده وقال لي 60 طن، صح؟ ايوه. طب احنا في مصر لو شفتوا الاكسات بتاعت شفتوا العربيات وهي بتتوزن وهي خارجه من الميناء، هتلاقوا في حاجات بتوصل صدقوني ال 140 و160 طن. احنا بنتكلم في ارقام كبيره جدا. الدامج بقى اللي هتسببه العربيه الصغيره دي على الطريق، هل زي العربيه الكبيره دي اللي هتسممه على الطريق؟ احنا بنحاول، او مش احنا يعني، الانسانيه والديزاينرز اللي عملوا عربيات النقل لما جم ما حطوش بقى، بصوا انتوا واخدين بالكم العربيه الملاكي هم اكسين، اكس قدام واكس ورا، وكل اكس عليه عجلتين، صح؟ العربيات الكبيره ما بيعملش كده، ما بيعملش كده خالص،
ده بيبتدي يحط بقى عند التريلر كده مكان ما الاحمال موجوده والاوزان موجوده، بتلاقي ايه اكسين ورا بعض، وكل اكس عليه عجلتين من كل ناحيه، وساعات ما يبقاش اكسين ورا بعض، ساعات يبقى 3 اكسات ورا بعض، ساعات يبقى 4 اكسات ورا بعض. اكيد شفت الكلام ده ولا ما شفتهوش يا شباب؟ شفناه. ليه بنعمل كده؟ الحمل تقيل فعايزين نجيب مساحه توزيع اكبر، فمساحه التلامس ما بين العجله الواحده في العربيه الملاكي صغيره جدا، ما بتشيل بس وزن العربيه الملاكي، لكن لما نيجي الاوزان كبيره بالشكل ده بنبقى عايزين عجل كتير عشان مساحه التلامس تكبر، تبقى عده مساحات مش مساحه واحده، ماشي؟ فيبقى الدامج اللي هيحصل ما يبقاش زي عجله واحده، لكن ايفنشوالي برضو في النهايه العجل بتاع العربيات الكبيره دي بيسبب، او الاكسيد بتاعت العربيات ديفينتلي بيسبب دامج اكتر من العربيه الملاكي الخفيفه الصغيره اللي يدوب وزنها او وزن الاشخاص اللي قاعدين فيها، ما بيسببش دامج كبير للعربيات الايه النقل بتسببه. طب احنا عايزين نفهم بقى ازاي نقدر ناكاونت فور كل السبيكترم المختلفه دي في النقل في الاحمال، ماشي؟ عندنا كذا حاجه لازم نبص لها، ماشي؟ اول حاجه الترافيك لودنج، ده اي ديزاين بروسيجر من اي نوع من الانواع اللي قلناها كلها، سواء كان امبيريكال او ميكانيستك او امبيريكال ميكانيستك امبيريكال، اكيد الترافيك دي الاحمال، فاكيد ده برايمري انبوت، يعني حاجه رئيسيه جدا، انبوت مهم جدا، ماشي؟ ايه مشاكله لازم بقى، او ايه الحاجات اللي لازم ناخدها في الاعتبار، يعني مش مشاكله، لازم ناخد الفيكل كاركترستكس في الاعتبار، يعني وزنها، الويل والاكسل كونفيجريشن، توزيع العجل وتوزيع الاكسات في العربيه. حاجه ثانيه ثالثه بقى مهمه كمان، الفريكوينسي اوف اوكيورنس. يعني ايه فريكوينسي اوف اوكيورنس؟ عدد مرات التكرار، بتعدي كل قد ايه، ماشي؟ تاني حاجة ده بالنسبة للفيكل كاركترستكس. الترافيك فوليوم لازم نخلي بالنا من الترافيك فوليوم الكارنت الحالي والفيوتشر، لأنه احنا بنصمم النهاردة بس بنصمم الطريق عشان يعيش 10 سنين وعشرين سنة وثلاثين سنة أحيانا لما يكون طريق كبير، فلازم ناخد في بالنا الترافيك جروث. مش احنا كمان أدمين في أي دولة، احنا مش في مصر، مش تعدادنا بيزيد، صح ولا لأ؟ مظبوط. يبقى المرور بتاعنا هيزيد لسبب بسيط، احتياجاتنا هتزيد. احنا كاشخاص لما بنزيد بنمثل حمل على الطريق، بنركب عربيات واتوبيسات عشان نروح شغلنا ونروح مدرستنا وجامعتنا وكليتنا وكل حاجه. مش بس كده، الاكل بتاعنا والشرب بتاعنا اللي احنا بنلاقيه في سوبر ماركت تحت البيت، هو ما اتصنعش في سوبر ماركت تحت البيت، بيتنقل على الطرق، تمام؟ فلازم ناخد في الاعتبار الترافيك جروث، تمام؟ حاجة تانية مهمة كمان، حاجة اسمها lateral wander. يعني ايه lateral wander؟ المفترض ان احنا عندنا الطريق مقسمينه حارات، صح؟ والمفترض ان الناس بتمشي في الحارة، اوكي؟ هل الناس وهي بتمشي في الحارة كل الناس بتمشي على نفس الخط بالظبط ورا بعض؟ ولا في واحد تلاقيه ماشي على حرف الحارة شوية من الشمال، وفي واحد تلاقيه ماشي في نص الحارة بالظبط، وفي واحد تلاقيه ماشي على حرف الحاره شويه من اليمين، وفي واحد تلاقيه مش ماشي في الحاره خالص وحط الابيض في الخط الابيض في النص، صح ولا لا؟ صح. طيب ده اسمه اللاترال واندر. يعني ايه لاترال واندر؟ الازاحه عن الجانبيه عن حاجه بنسميها الويل تراك. الويل تراك يعني ايه ويل تراك؟ المفروض لو الناس ماشيه في نص الحاره بالظبط هم ليهم ويل تراك معين، مسار للعجل معين بيمشوا فيه. اللاترال واندر ده الحقيقه حاجة عشوائية جدا، لأنك ما تقدرش تتحكم في سلوك الناس السائقين يعني وهم ماشيين على الطريق. والحقيقة يعني إنه بالنسبة لنا كناس بندرس خواص الطريق، العشوائية دي لأول مرة في الحياة مصلحة، ماشي؟ هي مش مصلحة لبتوع الترافيك. يعني إيه مش مصلحة لبتوع الترافيك؟ لأن طبعا الإزاحات الجانبية دي ممكن لا قدر الله بعد الشر تسبب مشاكل في إيه؟ في حتة الحوادث، تمام؟ انما بالنسبه للطريق والدامج اللي هيحصل عليه البيفمنت لايرز هي مصلحه. ليه بقى؟ لان الناس لو مشوا ورا بعض كلهم مشوا ورا بعض في نفس التراك، فعدد مرات تكرار الاحمال على نفس النقطه هيبقى اكتر، ماشي؟ مش متوزع، تمام؟ وبالتالي حجم الدامج هيبقى اكتر، تمام؟ بس anyway يعني هو بيقول لك عن اللاترال واندر ده
في بعض الأحيان often it's not well defined in practice. مش نقدر نحدده بالظبط قوي في البراكتس قد ايه. في بعض طرق التصميم بتاخده في الاعتبار زي الميكانيستيك امبريكال بيفمنت ديزاين جايد بيسألك اللاترال وندر قد ايه، وفي بعض البلدان بتحط له مواصفه ماشي. فده من ضمن الحاجات اللي في ترافيك لودنج اللي في ناس يعني بتاخد بالها منه قوي وعليه ريسيرش كتير على فكره. طيب الاكسل كونفيجريشن بقى يعني ايه؟ اكسل كونفيجريشن تركيبه العجل كده بتبقى عامله ازاي، والاكسات بتاعه المحاور على الاكس بالاكسل بالعربي يعني محور التحميل. تمام، عندنا اول حاجه خالص السنجل اكسل، سنجل تاير اكس واحد عليه عجله واحده من كل ناحيه، فهي سنجل تاير. تاير يعني اطار طبعا. ودي بنشوفها في العربيات الملاكي على طول. عندنا سنجل اكسل دول تايرز. يعني ايه دول تايرز؟ دول جايه من 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 لفظ لاتيني بمعنى اتنين ماشي. فعندنا اكس واحد اهو بس عجلتين من كل ناحيه. تمام، عندنا تاندم اكسل دول تايرز. يعني ايه تاندم اكسل؟ اكسين ورا بعض ماشي. وكل ناحيه طبعا عجلتين. خلاص بقى ماشي. عندنا ترايدم اكسل دول تايرز. ترايدم يعني ثلاث اكسات ورا بعض. وطبعا دول تايرز ما بيبقاش اكتر من عجلتين في كل ناحيه على فكره، بس ممكن يكون اكتر من ثلاث اكسات. يعني في عندنا كوادرام اكسل. كوادرام يعني اربعه، من جاي من كواد، اربع اكسات ورا بعض. الاكسات بيكون شكلها مختلف على حسب العربيه وعلى حسب الاحمال اللي هتشيلها. اكيد انتوا شفتوا الاشكال اللي انا جايبها لكم في الصور دي كتير ماشي. ففي زي ما احنا شايفين هنا دول اكس قدام، تاندم دول يعني، او دول تاندم، ونفس القصه هنا. هنا عندنا دول ترايدم ثلاثه، وهنا عندنا في الصوره دي دول كوادرم اربعه ماشي. الفكره ان الفيكلز بقى عشان نيجي نقسمها بتتقسم لحوالي 13 كلاس ماشي. شيء اخدين بالكم كده، بصوا على التقسيمه دي. تبدا من اول الموتوسايكلز اللي هي الموتوسيكلات يعني، والباسنجر كارز، التو اكسل انتاير سنجل يونتس، الباسز، التو اكسل انتاير سنجل يونتس، العربيات من اول بقى 3 ل 5 اكس. في حاجات بتوصل ل 6 اكس و7 اكس ورا بعض ماشي. في عندنا حاجات اسمها مالتي تريلرز. احنا كديزاينرز مطلوب مننا نحفظ كل الحاجات دي ولا مطلوب نعرف الاكسات بقى عشان خاطر نقدر نحسب الايكوفالنت سنجل اكسل لودز، او هي الطريقه اللي احنا نستخدمها عشان نحسب الاحمال بتاعتنا اللي ندخلها في التصميم؟ هنبص مع بعض في كذا طريقه للديزاين ابروتش. حاجه اسمها فيكسد ترافيك وحاجه اسمها فيكسد فيكل. ها هو التوك توك والتروسيكل يخش تبع ايه؟ اول حاجه خالص تمام الموتوسايكل ماشي. وباي ذا واي هو حاجه مش مهمه خالص، عارفين ليه؟ احماله خفيفه. انتوا عارفين العربيه الملاكي كمان ما يعني في الديزاين لما تيجي تطلع المعاملات بتاعتها هتلاقي المعامل مثلا مش عارف حاجه من 1000 ماشي، وبيترفع لاس 4 تمام. ففي الاخر الناس لما بتيجي تعد الترافيك ساعات كتير ما بيعدوش عربيات ملاكي. حجم الدامج اللي هتسببه مقارنه بالدامج اللي النقل بيسببه، فيعني لو يعني مش هتعمل اي حاجه. وبالتالي التوك توك والتروسيكل دي حاجات مشاكلها مشاكل ترافيك مش مشاكل بيفمنت ديزاين. مدرك اللي بقوله ولا لا؟ ايوه تمام تمام. طيب ايه الطرق بقى المختلفه اللي انا بيها بحسب الاحمال ماشي؟ في ثلاث طرق احنا هناخد منهم طريقه واحده ماشي. اول حاجه اسمها فيكسد ترافيك ماشي، وبعدين فيكسد فيكل، وبعدين فاريبل ترافيك اند فيكل. ايه الفرق ما بين الثلاثه دول؟ اول حاجه الفيكسد ترافيك، انا ما باخدش في الاعتبار عدد مرات التكرار. انا كل اللي يهمني اعلى حمل عندي كام ماشي، اعلى حمل عندي كام. فبيقول لك اهو الثيكنس ديزاين از جوفرند باي سنجل ويل لود. يعني ايه سنجل ويل لود؟
يهمنا اعلى حمل عجله كام، لكن ما يهمناش عدد مرات التكرار. فبيقول لك اهو multiple wheels converted to حاجه اسمها equivalent single wheel load. ماشي. والطريقه دي الحقيقه احنا بندرسها اصلا لطلاب الماجستير، يعني مش هنكلمك عنها. ماشي، بس عايزينك تفهم الكونسبت بتاعها. الفكره ان النمبر اوف ترافيك ريبيتيشن از نوت ا فاريبل، حاجه مش مهمه، مش بناخدها معانا في الاعتبار، او مش بندخلها في التصميم، يعني مش هي اللي بتدخل في معادله حساب الترافيك اللي بناخده في الاخر نعمل بيه التصميم بتاع الثيكنس. ماشي. بتستخدم في ايه او كانت بتستخدم في ايه اكتر حاجات؟ قال لك الايربورت بيفمنتس، تصميم البيفمنت بتاعه المطارات. والحاجه الثانيه كمان قال لك الهاي واي بيفمنتس ويز هيفي ويل لود بات لايت ترافيك فوليوم. يعني ايه دي؟ حد فاهم يعني ايه هيفي ويل لود ولايت ترافيك فوليوم؟ اللي هو يعني حمل كبير بس المرور فيه طيب عدد مرات التكرار قليل. طيب دي احنا بنسميها اللو فوليوم رو، بنسميها كده. في طرق، بعض الطرق اسمها لو فوليوم رو، يعني ما فيهاش تكرار كتير للاحمال كل فين وفين قبل ما يعدي عليها عربيه، ما هياش هيفي ترافيك. ماشي. الطريقه زي ما قلنا هي ريلي يوز توداي، وليها بقى معادلات الطريقه دي ميكانيستك وليها معادلات وكلام من ده، فاحنا ايه مش هناخدها، احنا خلينا في الفيكسد فيكل. يعني ايه بقى فيكسد فيكل؟ انا عندي عربيات كتيره قوي، تمام؟ احنا شفنا في الصوره اللي كانت فيها العربيات من اول البرايفت كار لحد المالتي تريلر، التريلر والمالتي تريلر. طب احنا ناخد في دول، انا قلت لكم احنا اتعلمنا في المدرسه ما ينفعش نجمع البرتقانه على الايه، على البطيخ. هناخد حاجه ايكويفالنت، عشان كده بنسميها فيكسد فيك. ناخد عربيه بتعبر عن دول كلهم. طب ازاي العربيه الكبيره دي اللي هي لو قلنا مثلا انا هاخد حاجه في النص، ماشي، لو العربيه الكبيره دي هحولها ازاي للعربيه الصغيره؟ هنحولها لحاجه ايكويفالنت، يعني نحولها لان ايه، يبقى عندنا إيه حاجه معينه كده هي اللي ثابته. قال لك السيكنس ديزاين جوفرنيد باي نمبر اوف ترافيك ريبيتيشن، يعني عدد مرات تكرار الاحمال. والفيكل تايب ولود از نوت ا فاريبل، لان انا هاخده حمل ثابت. بقى قال لك هاخده حمل ثابت كام؟ دي الطريقه اللي بتستخدم في التصميم عندنا في مصر. قال لك ان انا هاخده 18 كيلو باوند، 18000 باوند اللي هم مقابلين ل 80 كيلو نيوتن سنجل اكسل لود. ماشي. وبالنسبه للطيارات لو بنتكلم على تصميم المطارات في ستاندرد ايركرافت. ماشي. الحاجات المالتيبل اكسل هنحولها الايكويفالنت سنجل اكسل لود. ماشي. طب العربيه الكبيره هنحولها برضو الايكويفالنت سنجل اكسل لود، عشان كده اسمها اي سيلز. ماشي. طيب دي موست كومن كارنت ديزاين بروسيجر، ده معظم طرق التصميم بتستخدمه، ما عدا طبعا الام اي بي دي جي. الام اي بي دي جي بيشتغل على حاجه اسمها فاكرين الطريقه الثالثه اللي قلنا ايه، فاريبل فيك وفاريبل ترافيك. مش احنا قلنا يا اما فيكسد فيكل يا اما فيكسد ترافيك، وفي فاريبل ترافيك وفاريبل فيكل. الطريقه الثالثه دي بتحتاج كمبيوتر سيميوليشن. ماشي. فما بينفعش نعملها بمعادله مثلا زي ما هنتعلم ان احنا نحسب الايسلز، او بجداول زي ما هنتعلم ان احنا نحسب الايسلز. فهي الطريقه دي بتشتغل بكمبيوتر سيميوليشن، فموجوده في الام اي بي دي جي. ماشي. طيب احنا بقى عشان انا اشتغل بطريقه الايسلز اللي احنا في مصر الكود بتاعنا شغال بيه، قال لك عندنا حاجه اسمها ستاندرد اكسل لود، والستاندرد اكسل لود ده عرفناه صورته اهي عندنا قدامنا، وقال لك ده اسنجل اكس، ماشي، او اسنجل اكسل محور واحد وذ دوال تايرز ذات هاز ا ويت اوف 18000 باوند، 80 كيلو نيوتن، اربع عجلات على اكس واحد وزنهم 18000 باوند. ماشي. يعني وزن العجله كام؟ على الاربعه بقى 80 على الاربعه. يا خروشي على الكسل، على الاربعه بقى احسب انت 4500. ماشي. يعني يبقى الايسلز بقى هي ايه؟ ده اسمه اس اي ال اللي هو سنجل اكسل لود. طب الاي اس اي ال الايكوفالنت سنجل اكسل لود، زميلتنا اللي كانت بتسال المره اللي فاتت اسمعي لو سمحتي، ذا نمبر اوف ريبيتيشنز اوف ان 18000 باوند سنجل اكسل لود. يعني ايه الكلام ده؟ عندنا عربيات بتعدي ثانيه بس الاحمال فيها اعلى من 18000 لكل اكس. ماشي. فهنحول
الأحمال دي لعدد مكافئ ماشي من مرات التكرار يعني من ال 18,000. يعني العربية الكبيرة تتحول لإكس أو واي أو رقم أيا كان من ال 18,000 باوند دول. تمام. طب بنعمل الكلام ده ازاي؟ ده الديفينيشن. ثواني عشان السلايد بتاعتي معلقة. ماشي. هنعمل الكلام ده ازاي؟ في طبعا كذا طريقة ماشي. الطريقة المشهورة يعني قال لك ده most common standard load. ابتدى خالص الموضوع ده أو تعريف الإيسلز مع الأشورود تيست اللي احنا اتكلمنا عنه. قال لك ال 1 إيسل بتساوي الدامج كوزد باي 1 18,000 باوند سنجل أكسل لود. خلاص هنحوله كده عن طريق الدامج المكافئ ماشي. فبنعمله بحاجة اسمها load equivalency factors وهنوريها لك دلوقتي. load equivalency factors دي اللود ايكوفالنسي فاكتورز ممكن تتحسب بيزد على كذا طريقه، بس احنا هنحسبها بناء على السيرفيسابيلتي وهنوريك الجداول اللي بتحسبها بناء على السيرفيسابيلتي ماشي. وقال لك اللود ايكوفالنسي فاكتور دي بتعبر عن النمبر اوف ايسلز نيدد تو كوز ذا سيم دامج از ذا لود ان كويشن. يعني انا عندي حمل ما هوش 18,000 ماشي، بس انا هحوله لعدد مكافئ من الايسلز اللي هتسبب نفس الدامج زي الحمل ده. تمام. طيب اللود ايكوفالنسي فاكتورز بتبقى بيزد على ايه؟ في كذا طريقه. قال لك ممكن تبقى بيزد على الاستريس او السترين او باي ذا واي الديفليكشن ات ا جيفن لوكيشن، ودي طريقه ميكانيستك لان احنا اتفقنا من زمان انه العلاقه بين الاحمال وبين الاستريسز او السترينز او الديفليكشن دي حاجه بيزد على الميكانكس اوف ماتيريال، صح؟ فعشان كده هي ميكانيستك. اوكي، ليها معادلات وليها طرق وليها قصة كبيرة بندرسها لطلبة الماجستير مش هندخلك فيه ماشي. احنا في طريقة تانية طبعا، ده الكلام ده equivalent stress او strain او زي في المعادلة اللي تحتها هي deflection، والاتنين دول ميكانيستيك. الطريقة التالتة اللي احنا هنشتغل بيها اسمها الـ equivalent serviceability loss بتاعت الاشتو، ودي اللي احنا هنشتغل بيها اللي هي ايه بقى الاشتو load equivalency factor. قال لك load equivalency factor بيساوي الـ number of repetition بتاعت الـ 18,000 سنجل اكسل لود كوزنج دامج معين. اي دامج هيحصل في الطريق مقابل ليه فقدان في ايه؟ في السيرفيسابيليتي، صح ولا لا؟ تمام. ليه؟ مش كل الطريق ما يحصل دامج، يعني يحصل فيه عيوب، صح ولا لا؟ قول لي من المخدوميه بقى تقال. واحنا متفقين من البدايه ان المخدوميه ان الطريق يخدم يشيل احمال الواقع عليه بشكل مرضي لليوزرز ماشي. فمقدار رضاء اليوزرز كل ما يحصل دامج على الطريق اكيد بيقل ماشي. فكل دامج بيحصل مقابل ليه فقدان في المخدوميه اللي احنا هنعبر عنها بحاجه اسمها دلتا بي اس اي، الفرق في المخدوميه ماشي. فقال لك اللود ايكوفالنسي فاكتور ده بيساوي نمبر اوف ريبيتيشن 18,000 سنجل اكسل لود كوزنج جيفن لوس ان سيرفيسابيلتي على نمبر اوف ريبيتيشنز اوف اكس كيلو باوند، ما احناش عارفين كام اكبر اقل وات ايفر، واي اكسل لود فور ذا سيم دلتا بي اس اي. بيتغير لكل نوع بيفمنت تايب، بيتغير لكل سيكنس، بيتغير على حسب انت عايز تيرمينال سيرفيسابيلتي كام ماشي، تقدر توصل لحد كام تيرمينال سيرفيسابيلتي. طب ليه بيتغير لكل بيفمنت تايب يا شباب؟ حد عارف؟ او حد ممكن يفكر يعني معايا، يعني مش بالضروره تكونوا عارفين. لان الدلتا بي اس اي ديت بتتغير حسب نوع الطريق. الدامج مش الدلتا بي اس اي دي فانكشن في الدامج اصلا. أي. الدامج اكيد هيتغير على حسب نوع الطريق اللي عندي، يعني الخرسانه انواع الدامج اللي بتحصل فيها ومعدلاته مش زي الاسفلت، مش زي انواع الاسفلت المختلفه. مش احنا اصلا لما خدنا الاسفلت وخدنا الفليكسبل بيمنت وخدنا الريجيد بيمنت وخدنا حتى الكومبوزيت بيمنت، خدنا ان كل دول فيه بينهم اختلافات. يعني الفليكسبل بيمنت خدنا فيه ثن وخدنا فيه ثيك وخدنا فيه ايه فول ديبث، صح؟ تمام. هل الدامج اللي بيحصل بيبقى هو في جميع انواع البيمنت ولا في تغيير؟ اكيد في تغيير. أيوة. ماشي، اكيد في تغيير كمان من الفليكسبل للريجيد لنفس الاحمال على فكره، يعني نفس الحمل
يسبب هنا دامج بشكل ومعدل ماشي، ويسبب هنا دامج بشكل ومعدل تاني، صح ولا لا؟ صح. تمام. فهي بتختلف لكل pavement type، لكل pavement thickness، لكل terminal serviceability انت ممكن توصل لها يعني. يعني لان برضو terminal serviceability دي هي اقل قيمة بقى، لما المخدومية توصل لها مش هينفع نكمل الطريق، مش الطريق كده خلاص فين ماشي. وهنشوف هي بتتغير من طريق لطريق ازاي. طيب خليني اللي قدامنا ده جدول ماشي، من جداول بتاعه الايكوفالنت اللود ايكوفالنسي فاكتورز يعني، او الايكوفالنت سنجل اكسل لود فاكتورز ماشي. نبص كده، احنا الجدول مش باين كله قدامنا عشان هو ما كفاش على السلايد ماشي، بس نبص كده. هو طبعا بياخد الاحمال من اول 1000 باوند لحد حاجه حاجه 70000 باوند مثلا الاكسل واحد اوكي. وبيورينا لو كان سنجل اكس يعني اكس واحد بس، لو كان تاندم اكس ماشي، ولو كان ترايدم اكس. وطبعا كل اكس فيهم عنده عجلتين من كل جنب. تمام. خلينا نبص، احنا الجدول مش للحفظ، والجدول لما نطلب منك ان انت تحسب ايسلز هيبقى موجود معاك ده اكيد، بس خلينا نتامل في الارقام شويه صغيرين، ومش هنتامل في الارقام كلها عشان ما تزهقوش، بس دايما انت كمهندس لازم تبقى تبص على الارقام تفهم دلالتها. فخلينا نبص على حاجه بسيطه خالص، ال 18000 باوند اللي هو اصلا الحمل القياسي. تمام. سنجل اكس اهو، شايفين المكافئ اللي قدامه كام؟ 1000 واحد. احنا اصلا هنحول كل حاجه للمكافئ ده، فهو 18000 المكافئ بتاعه لما يكون سنجل بواحد. طب بصوا نفس ال 18000 باوند دول ماشي، لما يبقوا مش على اكس واحد خلاص، اللود ايكوفالنسي فاكتور بتاعهم بيطلع بكام؟ يبقوا تاندم. ها؟ ال 8 من 100. 8 من الواحد بقت لما بقوا اكسين 8 من 100 ماشي. طب لما بقوا 3 اكسات يقل اكتر بقى، واحد ايه بقى؟ او 2 من 100. المساحه بتاعت التوزيع بتاعت الاحمال كبرت ماشي، فالستريس وتركيز الاحمال قل، الوزن ما قلش خالص، الوزن هو هو ماشي، فالتركيز بتاع الاحمال قل، فحجم الدامج اللي كمان اللي حصل نتيجه عن الحمل ده قل كتير. اللود ايكوفالنسي فاكتور بتعبر عن الدامج. الدامج ده ممكن يكون زي ما قلنا كده بيزد على ستريس، بيزد على سترين، بيزد على ديفليكشن، او بيزد على لوس ان سيرفيسابيلتي ماشي. فدي حاجه مهمه قوي خلاص. طب خلينا نبص كده دكتور على ايوه اتفضل. هو الاستريس المفروض ان هو قلل النص، بس الفقدان في السيرفيسابيلتي هيقل لغايه 7% بس. هيقل لغايه برافو عليك ان انت لاحظت الملاحظه دي ماشي. بيقل لغايه 7% بس. وخلينا نبص بقى كمان حاجه تؤيد الكلام اللي انت بتقوله دون. ال 18000 باوند مش ظاهره هنا، بس هقول لكم على حاجه ظريفه كنت عايزه اظهر لكم. لو الحمل زاد للضعف، بصوا عايزاكم تقولوا لي انتوا كده شايفين السلايد ولا لا؟ ايوه شايفينها. طيب عايزاكم تشوفوا لو وصلنا لحد 36. فين 36 يا رجاء؟ اهي. ثواني يا شباب عشان انا عامله لها كروب، لازم اخليكم تشوفوها. بسم الله. مش عارفه انتوا شايفينها ولا لا، بس انا هقرا لكم عموما. ايوه شايفين السنجل اكس قصاد 36000 ماشي. الرقم 15.95% ماشي، 15.95% يعني كام؟ 16 ماشي. 16 اللود ايكوفالنسي فاكتور بقى 16، الحمل بقى الضعف، الدامج بقى 16 مرة. في علاقة رياضية ظاهرة قدامكم؟ لا. مش قادرين تستنتجوا أي حاجة؟ أيوة. ال 16 بتساوي 2 أس كام؟ 2 أس إن تقريبا.
ايوه ان ايه يا عم انت في بكالوريوس ان ايه ان بكام؟ ال 16 بتساوي أربعة نص كام؟ أربعة 2 اس 4 ايوه يا باشمهندس. ماشي، لما الحمل بيزيد الضعف، ماشي، الدامج بيزيد الضعف اس 4. ماشي، على فكره احنا اكشوالي عندنا معادله في الكود المصري بتاعنا اللي هي بتاخد بتحسب الايسلز بناء على الراتنج بوسيبيليتي، احتماليه الراتنج او الراتنج هيزيد قد ايه بنفس القيمه اللي انا بقول لك عليها دي. يعني لما الحمل يزيد الضعف او ايا كان الرقم بقى، بلاش الضعف، 3 مرات، 5 مرات، 10 مرات، ماشي، بتقسم الحمل الجديد على الحمل السنجل اكسل لود الستاندرد وترفع الرقم ده ناتج القسمه لاس 4. ماشي، عشان كده لما توزع ما يكونوا زي بعض طبعا، لما يكونوا ده سنجل وده سنجل، ماشي، لكن لما بيتوزع الحمل بتقل كتير جدا جدا. فالقصه الدامج بيكون مش الضعف، يعني مش لما ازود الحمل الضعف هيبقى الدامج الضعف، لا، ده الدامج بيساوي الضعف اس 4. لو زودت الحمل 3 مرات يبقى الدامج هيبقى 3 مرات اس 4. تمام، ده لو كل ده سنجل. طب لو بيتوزع على مساحات، ماشي، القيم دي قيم تم حسابها بدقه عن طريق حساب الدامج. حسابات الدامج دي حسابات كتير جدا، انا عايزاك تفهم بس، مش مطلوب منك انك تعرف الحسابات دي اتعملت ازاي، زي ما قلت لك احنا بندرس حاجات من دي لطلبه الماجستير، بس انا مطلوب منك ان انت تقدر ان لما الحمل بيزيد الدامج اللي بيحصل مقداره قد ايه، وبالتالي الطرق والكباري والحاجات اللي احنا بنصممها على 60 طن ويمشي عليها 120 و140 و160 طن دي، تفكر انت الدامج اللي بيحصل فيها قد ايه. وبالتالي كمان عشان ايه، انا من اول السنه وانتوا دايما بتسالوني اسئله في المحاضرات كده وبتوجهوا لنا كلام معناه، طب طالما في بقى طرق للتصميم وستاندردز ومواصفات وكلام من ده، هي الطرق بايظه كده ليه؟ ماشي، احنا عندنا مشكله ليها علاقه بان ايه، راي الجمهور. في مشكله حصلت من كام سنه كده، من كام سنه كتار، يمكن من 15 سنه مثلا، ايام ما كان احد الاشخاص الاعزاء على قلبي واستاذ كبير في التخصص بتاعنا كان وزير نقل وقتها، ماشي، وكان في ضغط من سواقين النقل، هم عملوا اضراب، يعني قعدوا في البيت وقرروا ما يطلعوش بالعربيات، فحصل شورتج في انتوا كنتوا اكيد صغيرين يمكن ما تدركوش الموضوع ده خالص، بس حصل شورتج في الاسواق والسوبر ماركت من البضائع وكلام من ده، فوافق تحت ضغط الاضراب اللي عملوه سواقين النقل انه يزود الاكسات بتاعه احمال الاكسات، يعني ايه، ان العربيه تاخد الميزان وتدفع غرامه، ماشي، الغرامات اللي بتندفع يا شباب وكل العربيات عادي بالنسبه لسواقين النقل وبالنسبه لشركات النقل، اتس مور بروت، يعني في بروفيت اكتر ان هو ينقل احمال زياده ويدفع الغرامه مهما تكون الغرامات، على فكره بفلوس كتير، مش فلوس قليله، بس يدفع الغرامات مهما تكون انه اكتر من انه ينقل النقله دي على المرتين. تمام، اوكي، في غرامات بتتلم وفي وبتدفع، مفيش مشكله في القصه دي، بس الحقيقه الغرامات اللي بتتلم من عربيات النقل لا توازي حجم الدمج اللي بيحصل في الطرق. اوكي، انا عايزكم بس تكونوا متخيلين ده، وخلينا بقى الغرامات يا دكتور افندم، غلي الغرامات عشان نعمل بس هنا للطرق، ما تكفيش. على فكرة الغرامات بالألف وبالألفين وبالتلاتة على العربية، على فكرة بس برضو ما تكفيش، نغليها نخليها توازي التكلفة بتاعت السيارة، هيعملوا لنا إضراب تاني. بص بقول لك إيه، أنا وأنت بلاش نتكلم إحنا في السياسة لأن إيه، يعني مش هنعرف نحلها، ماشي، خلينا نتكلم في إيه، في التصميم وإزاي نطوره على قد ما نقدر، ماشي، نفهم الأول البيزكس بتاعت التصميم وبعدين ندور على المشاكل على حلول المشاكل دي بعد شوية. في حاجة مهمة كمان على فكرة من ضمن الحلول، بس هي خارج الكورس بتاعنا، يعني من ضمن الحلول المهمة، انتوا غرفة التجارة العالمية الايجيبشن شامبر بتاعتها القطاع المصري الخاص بيها، يعني قال لنا، وده مذكور في احد ابحاث انا كاتباه، انه حجم النقل البري في مصر بيمثل 96% على فكرة، ماشي، انت عندك البري نقصد بيه النقل بسيارات النقل، تمام، بيمثل من 95 ل 96%، اوكي،
انت عندك وسائل كتيره جدا الناس بتحاول تطورها في السنين الاخيره، النقل النهري، احنا عندنا نهر النيل واخد البلد من اولها لاخرها، النقل بالسكه الحديد، البضائع، نقصد نقل البضائع مش نقل الاشخاص. نقل البضائع في مصر 96% منه بيتم عن طريق عربيات النقل، وهو ده اللي خلى في وقت من الاوقات سواقين النقل ليهم قدره على ان هم يضغطوا على الحكومه، يعني مين هيضغط على الحكومه؟ ماشي. فاقصد ان في حلول كتير، منها مش اننا بس نزود الغرامات، منها اننا نشوف طرق بديله لنقل البضائع وهي افيلبل. يعني احنا عندنا نهر النيل ما شاء الله من 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 الحاجات اللي ما بتستخدمش خالص خالص، ماشي، في النقل، مع انه ممكن يكون مفيد جدا لينا. فكان في من فتره كده مشروع لاحياء النقل النهري والناس بداوا فيه يعني، وبعدين بصراحه انا ما كملتش معاهم فما اعرفش ايه اللي حصل فيه بعد كده، بس يعني اقصد ان في بدائل. ماشي، خلينا ما نخرجش عن الموضوع ده قوي، انا بس عايزاك تتخيل حجم الدمج قد ايه، ونقول بقى احنا بنحسب ازاي الاي سيلز. ماشي، فلما يكون عندنا ريجولار ميكس ترافيك زي اللي قدامنا كده، خلاص بقى هيبقى عندنا عربيات من اشكال كتير، عربيات بتمشي هي ولادي، عشان ما تقولوش ان انا محاضرتي بتزهقكم. خلاص، فناخد كل العربيات المختلفه دي ونحولها لإكويفالنت نمبر اوف 18 سنجل اكسل لود، 18000 باوند يعني، او كيلو باوند، فهنحولها لحبل مكافئ. تمام، في طريقه تانية اسمها تراك فاكتورز، احنا هنا في مصر مش بنشتغل بيها قوي، ان انا اجيب لكل عربيه بعدد اكسات معين حاجه اسمها تراك فاكتور. يعني مثلا لو قلنا ان انا عندي تراك وده شكل الاحمال بتاعتها، الاولاني ده 12000 باوند، اللي بعديه 28000، 12000 باوند وسنجل، ها 28000 باوند ودول، اوكي، تاندم، سوري معلش، و 28000 باوند تاندم. لو رحنا جبنا من الجدول اللي كنا بنبص فيه من شويه صغيرين قيمه اللود ايكوفالنسي فاكتور لكل اكس من دول، نقدر نحسب التراك فاكتور كلها على بعضها، اللي هي التراك فاكتور بيساوي السيجما بتاعت النمبر اوف اكسل في اللود ايكوفالنسي فاكتور على النمبر اوف فيكلز. يعني لو عربيه واحده زي اللي قدامنا دي واحنا بنحسب التراك فاكتور بتاعها، فهنجمع الارقام اللي قدامنا. واضحه؟ ايوه. طب جبنا الارقام دي منين؟ ال LEF load equivalency factor من الجدول. برافو. طب لازم واحنا بنبص في الجدول نعرف الاكس اللي قدامنا سنجل ولا تاندم ولا ترايدم. ماشي، في الجدول اللي قدامنا لاحظنا حاجه، لاحظنا ان الاحمال الكبيره مفيش قدامها سنجل اكس، خدتوا بالكم الحكايه دي ولا لا؟ هرجع تاني. خدتوا بالكم من ان 51000 مثلا مفيش قدامه سنجل اكس؟ ايوه تمام. ليه؟ عشان هيبقى الدمج بتاعه كبير جدا، هيدمر الطريق. ماشي، هيدمر الطريق، فعلى طول بيبتدي من التندم على طول، تندم وترايد. ماشي، هنا يا دكتور كل اكس فيه عجلتين من اليمين وعجلتين من الشمال، صح؟ بصوا، كل اكس هو دول اكس. دول يعني ايه؟ من ناحيه عدد الاطارات، من ناحيه من يمين 2 ومن شمال 2. ماشي تمام. طيب ده تراك فاكتور. في بقى طريقه طب انا كده عرفت تراك فاكتور لكل تراك، ماشي، هجيبه ازاي؟ في حاجه اسمها تراك ديستريبيوشن. يعني ايه تراك ديستريبيوشن؟ هو الجدول ده مش من عندنا من مصر، هو الجدول ده من المواصفات اللي هي بتاعت الاشتو. طبعا مواصفات الاشتو كانت اتعملت في البدايه عشان امريكا، فقال لك احنا عندنا الطرق مقسمينها كفانكشنال كلاسيفيكيشن لانترستيت ما بين الولايات، واذر برنسبل اللي هي الحاجات الميجور ارتيريال، يعني شرايين رئيسيه بس مش بين الولايات، وماينور ارتيريالز شرايين برضو بس مش رئيسيه، وميجور كولكتورز وماينور كولكتورز. خلاص، وقال لك في كل واحده من دول احنا عندنا نسب كده لاحظوها من الترافيك كاونت عندهم، انه لو انا قلت مثلا 2 اكس و4 تاير، عندنا العربيات ده الاول الاعمده،
بتمثل تصنيف الطرق، تمام؟ والاول الجدول اللي قدامنا ده رورال مش اربن، اوكي؟ في واحد تاني اربن في السلايد اللي بعديه، خلاص؟ وقسموا العربيات لنوعين، النوع اللي في الجزء الاولاني من الجدول قال لك سنجل يونت تراكس، والنوع اللي تحت تراكتور وسيمي تريلر اللي هم مالتيبل يونتس يعني، تمام؟ وقال لك لو انا مثلا في الانترستيت وبصيت للسنجل يونت تراكس هلاقي الاثنين اكس 4 تاير ب 43%، الاثنين اكس 6 تاير 8%، كل ما بتزيد حجم العربيه الـ اكيد مش كل الترافيك نقل يعني كبير، الثلاثة اكس اور مور 2%، مجموع كل السنجل يونتس 53%، والمالتيبل يونتس، مالتيبل يونتس يعني ايه؟ كذا حاجه ورا بعض، اللي هي جرار مثلا ورا مقطور او اكتر من مقطور، ماشي؟ فقال لك ال 4 اكس اور ليس 5% وال 5 اكس 41% وال 6 اكس اور مور 1% وكل المالتيبل يونتس 47%، وطبعا المجموع المفروض على كل نوع من انواع الطرق دي لو انا جبت نسب الترافيك فانا بقى عندي كل الايه؟ الترافيك ب 100%، تمام؟ بيعمل ايه بالتراك ديستريبيوشن ده؟ لو انا عندي لكل نوع من دول عدد الاكسات بتاعته والاحمال بتاعته فقدرت ان انا احسب له تراك فاكتور، فاضرب كل تراك فاكتور في النسبه بتاعته عشان اقدر اجيب الايسلز قد ايه. فدي طريقه تانية اسمها، او طريقه تانية لحل المساله دي او لحساب الترافيك اسمها تراك فاكتور. طبعا الديستريبيوشن ده بيتغير داخل المدن الاربن، ماشي؟ فتلاقي الديستريبيوشن بيتغير بالارقام بتاعته، هتلاقي السنجل يونتس بتزيد ده اكيد، والمالتيبل يونتس او العربيات النقل الكبير داخل المدن بتقل، ماشي؟ طيب انا هحسب الترافيك ازاي؟ في طريقتين او معادلتين، معادلتين قدامنا هما، المعادله اللي فوق باستخدام اللود ايكوفالنسي فاكتور، والمعادله اللي تحت باستخدام التراك فاكتور. في البدايه خالص احنا عندنا الموضوع كله قائم على حصر مروري في الاول. يعني ايه حصر مروري؟ وانا بصمم الطريق هبقى عارف ان هيعدي عليه او متوقع يعدي عليه، لو انا بنشئ طريق لسه من البدايه متوقع يعدي عليه ترافيك مقداره كذا في اليوم، اسمه average annual daily traffic. حد عارف average annual daily traffic يعني ايه؟ خدتوه في النقل السنه اللي فاتت. طب حد عارف متوسط المرور في اليوم على مدار السنة؟ أيوة، برافو. في حاجة اسمها الـ average daily traffic، ماشي؟ وفي حاجة اسمها average annual daily traffic. الـ average daily traffic أنا مفروض إن لو أنا بصمم أي طريق ببقى عارف إن هيمر عليه عدد معين من العربيات في اليوم، تمام؟ فلو أنا عندي، هل عدد العربيات اللي بيعدي في يوم عمل عادي زي عدد العربيات اللي بيعدي في يوم الجمعة؟ عندنا في مصر الجمعة يعني، ماشي؟ في دول تانية طبعا الحد والسبت لا. ليه؟ حد عارف؟ في ايام العطلات، يوم الاجازة. ايام الاجازة مش نفس عدد الرحلات اللي هتتعمل في يوم عادي، صح ولا لا؟ بلاش كده. لو طريق بيودي على مدينة ساحلية، عندنا في مصر بنصيف في المدن الساحلية لما ربنا يرد علينا الايام العادية ان شاء الله بخير، صح ولا لا؟ لو طريق بيودي المدينة الساحلية، عدد الترافيك اللي ماشي عليه في أيام الشتاء زي عدد الترافيك اللي هيمشي عليه في أيام الصيف؟ لا طبعا. لا طبعا، تمام؟ طيب الـ average daily traffic بيمثل، لو أنا say مثلا هشوف كل أيام الأسبوع بقى عشان أعادل قصة الـ اليوم الأجازة من الأيام العادية ده، فهعد الترافيك اللي بيحصل في كل أيام الأسبوع وأعمل له average، ماشي؟ على الأيام بقى، حسبت على 7 يبقى كويس، هعد واجمع واقسم على 7، حسبت على شهر هعد واجمع واحسب الشهر، ماشي؟ حسبت على سنه، طبعا الافرج ديلي ترافيك المتوسط بتاع المرور اليومي، ماشي؟ لاي عدد من الايام اقل من 365، يعني لو حسبت على اسبوع ماشي، لو حسبت على عدد ساعات في النهار وبعدين حولتهم ل 24 ساعه ماشي، بس كل ما تزيد عدد الايام كل ما تزيد الدقه. وعشان احنا في المرور مفروض بنتكلم على، في المرور بتتكلم على تصميم المساحات وكلام من ده، لكن في البيفمنت انت عايز توصل لمستوى اكثر دقه، فبتجيب الافريج انيوال ديلي ترافيك اللي هو متوسط عدد المرور اليومي كل يوم على مدار سنه، لازم سنه 365 يوم، تمام؟ طيب
المعادله بتقول اولانيه، خلينا في المعادله الاولانيه الاول، لو جبنا متوسط المرور اليومي على مدار السنه فهنضرب في عدد ايام السنه اللي هم 365 في اول. ايوه هو ازاي انا عايز اصمم طريق وهجيب له الافريج انوال ديلي ترافيك، هو اصلا لسه ما تصممش يعني الطريق لسه ما اتعملش. ما انا قلت قلت يا اما بعمل حصر مروري يا اما بقول المتوقع. ماشي المتوقع يا اما بعمل بصوا بعمل حصر مروري امتى؟ لما بكون بعمل ريهابيليتيشن او ريكونستراكشن. تمام يعني اما بعمل اما بعمل ريهابيليتيشن فانا بعمل اعاده تاهيل، هضيف طبقه، فانا عايز احسب اضيف الطبقه دي، فبحسب الاستراكشن نمبر الاضافي اللي انا محتاجه اجيب منه سمك الطبقه. تمام فلازم اعرف الايسلز قد ايه. ماشي لو هعمل ريكونستراكشن، يعني ايه ريكونستراكشن؟ هشيل الطريق خالص واعيد تصميمه. يعني ايه اشيل الطريق خالص واعيد تصميمه؟ بنزيل الطريق بقى الاسفلت وممكن البيس كمان اجزاء منه او كله. ماشي فبرضه لازم اكون عارف الافريج انيوال ديلي ترافيك قد ايه. هسكت شويه صغيرين ناخد بريك صغير نصلي الظهر ونيجي. بالمناسبه لو في لينا زملاء مسيحيين في الدفعه كل سنه وانتم طيبين، معلش هو قبل العيد بكام يوم بس احنا مش هنتقابل لحد العيد. تمام تاخدوا بريك تصلوا وترجعوا يا شباب. تمام يا دكتور ماشي عشان مش عايزه اتكلم والظهر بيتدمس.